سلام، مرحبا فيكم ببرنامج كيف نفهم الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية من قناة تاون ميتينغ تي في. معكم أنا نديم عبد الصمد، واليوم سوف نتناول موضوع تزداد أهميته أكثر من أي وقت مضى، وهو محاولة فهم المساحات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. في البداية دعونا نتفق على أمر أساسي: دستور الولايات المتحدة الأمريكية ضمن حرية الصحافة. هذا يعني أن الحكومة الأمريكية لا تمتلك أو تسيطر على وسائل الإعلام بشكل كامل، ما يعني أيضاً أن الحكومة لا تستطيع مقاضاة شركات الإعلام أو تقويضها بسبب تغطيتها الإخبارية. ولكن تعالوا أخبركم أمراً هاماً في الإعلام الأمريكي: هناك بعض المواضيع والعبارات المحظورة لأنها تحرض على العنف أو تشكل تهديداً أو تسبب حالة من الهلع العام. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ يعني أن وسائل الإعلام يمكن أن تقدم وجهات نظر متنوعة حول ذات المسألة، وهذا ليس أمراً سيئاً، ولكن يعني أيضاً أننا كمواطنين ومواطنات، مسؤولين ومسؤولات، نحتاج إلى التمحيص والتدقيق في كل ما تعرضه وسائل الإعلام. كيف نقوم بذلك؟ لنبدأ مباشرة. في البداية قم بتنويع مصادر الأخبار، وهذا يعني بالضرورة ألا تعتمد فقط على وسيلة إعلامية واحدة للحصول على المعلومات حول قضية معينة. احصل على الأخبار من مصادر متنوعة، بما في ذلك وسائل الإعلام الرئيسية والمستقلة والمحلية والدولية. هذا سيساعدك في الحصول على منظور أوسع حول القضايا وتكبير الزوايا التي ترى من خلالها الأمور. ثانياً، التحقق من المصداقية. قم بتقييم مصداقية مصدر الإعلام، يعني ابحث عن منافذ ذات سمعة وتاريخ في تقديم التقارير الدقيقة، وتذكر دائماً أن تتحقق من توقيع المقالات، يعني تأكد من أنها مكتوبة من قبل صحفيين أو خبراء معتمدين. ثالثاً، التعرف على التحيزات. جميع وسائل الإعلام قد تحتوي على شيء من التحيز في تغطيتها، وذلك مثلاً بعض التحيزات السياسية أو الفكرية أو التجارية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية التي قد تؤثر على المحتوى. لذلك ابحث عن تقارير متوازنة تقدم وجهات نظر متعددة حول المشكلة. أما في القسم الرابع فالتحقق. تتبع الحقائق والتأكد منها هو قوتنا الخارقة في مواجهة أي شكل من أشكال التضليل الإعلامي. لذلك قارن المعلومات مع مصادر إعلامية متعددة، خاصة فيما يتعلق بقصص الأخبار الكبيرة. ومن أجل ذلك في الولايات المتحدة مثلاً استخدم بعض هذه المواقع للتحقق من الادعاءات والبيانات الجدلية: PolitiFact، FactCheck.org، Snopes. في القسم الخامس، القرارات التحريرية. هل تساءلتم يوماً لماذا تصبح بعض القصص الإخبارية عناوين رئيسية وتضج بها الأخبار، بينما تغيب قصص إخبارية قد تكون أكثر أهمية؟ غرف التحرير حيث يتم صناعة الأخبار بشكلها النهائي يمكن أن تؤثر على كيفية تصورنا للأحداث. لذلك كن على دراية أن هناك بعض المحطات الإعلامية التي تعمل على إثارة العناوين من أجل جذب الانتباه. لذا لا تترك العناوين تقودك، اقرأ القصة الصحفية بأكملها للحصول على السياق والتفاصيل الكاملة. نقول دائما القصة تكمن في التفاصيل. في القسم السادس، التثقيف الإعلامي والتربية الإعلامية. قوي نفسك بمهارات الإعلام، اشترك في برامج أو دورات تعليم الإعلام لتطوير مهارات التفكير النقدي في تحليل محتوى الإعلام، شجع على تعليم الإعلام في المدارس والأجيال الصاعدة. أخيراً وليس آخراً، ادعم الصحافة المستقلة ذات الأخبار الموثوقة، وكن جزءاً من عائلة الصحافة والمنظمات غير الربحية العاملة معها، وتأكد أن هناك دوراً هاماً وأساسياً للصحافة في مساءلة مؤسسات الدولة ومراقبتها. وفي الختام، كان هذا دليلكم لمحاولة فهم المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية. تذكروا أن فهم الإعلام بشكل نقدي هو المفتاح لأن نكون مواطنين حرين ومسؤولين. شكرا لكم على متابعتنا. هذا نديم عبد الصمد، وهذا برنامج كيف نفهم الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. سلام.